أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أمس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي عن عدة إجراءات إلزامية، منها إلزامية العمل 3 مرات في الأسبوع ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أن تجاوزت فرنسا عتبة 100,000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures.